لابس الدرع عشان بنهاجم انا كله في كله احتاجش مساعد فارد الواجهه تشوف بن لادن خد بوكس في بوكس اكن ملاك رافع اليمين ولكن انتصرت جابتلي كذا حاجه اولها الضغط دخلت باليمين قلت اكلم دانت لقيت كلام غريب مش واضح بالظبط مش هنكمل مع بعض الموضوع بالنسبه لي صعب لو السما انطبقت على الارض كل ده كلامي بعد ما فكر رافع الفعل ومانجا انا ضم انا سوري في الكلمه حطيت على كله انا كاشح اللقطه وعارف الحركه وهنا الناس نفسه انا سهل هقوله اوعى تبحلق عالسولة ولا تيجي تاخد لك صورة شغال والمهنة بدوسك وانا عالثابت اكتر من لوشة عالثابت انا لا ما بحلش كل ده كلام كل ده كان فلش واللي تخلى عني ما خلاص ما يهمش ما بردش لا خلاص ما تزمش اوعي تبصي لغيري اقلب وشي وعاملي كميري انا مش انا وانا لغي تفكيري بايع الدنيا لكني شريك نجمة في كتفي تشوفني ملازم كله في كله احتاجش مساعد فارد الوجه تشوف بن لادن ضارب الحتة عشان بنغازل رافع اليمين ولكن انتصرت جابتلي كذا حاجة اولها الضغط دخلت باليمين قلت اكلم طنط لقيت كلام غريب مش واضح بالظبط رافع السلاح وما عنديش ندي هاتلك اي حد مش هتخلص ودي توكت الحزام ولا عيل يسندني زي الابتلاء مش هتخلص مني ولا رزمة ورزمة وباكو في الباك واقسمه نصين وافتحه منشاف على قد الايد اخصامي بيعان انا رش مبيد واخصامي يقداد مش جاي في حاجة انا شوق انا زي التمول انا دوخ مشوفتش ليمون بيروق مش جاي في نزول مش هسوح ايه كل ايه في الكلام ضيق على فكرة انا يوسف الكدواني فاير كتير انت كل شيء تلاف اعدله بالبنسة وكل ما انكرف البسه كاسكت طب اسمع يا بابا اسمع يا ابو خالو مين اللي تسوح وذكاءه خانه زي الحكومة يثبت في مكانه انا باشا تلميذة وقع له سنانه الكلام معايا على ثانية الا ثانية انا سبت الاولى وصاحبتي التانية حدفت الحدفة فانت خدت الرامية ما الكلام معايا على ثانية الا ثانية.